خلونا نفترض أن كلام أينشتاين عن الضوء صحيح، وأنه لا يمكن تجاوز سرعة الضوء اللي هي حوالي 300 مليون متر في الثانية. حتى لو قدرنا نبني مركبة تطير بسرعة الضوء راح نحتاج 365 يوم لقطع مسافة سنة ضوئية، غير طبعا أن القصور الذاتي ممكن يطحن المركبة باللي فيها قبل ما توصل الهدف. حتى مع قانون أينشتاين في الحسبان احتمال نقدر نتجاوز سرعة الضوء بطريقة يفكر فيها الناس من القرن الماضي. بعض قصص الخيال العلمي مثل ستار تريك، مسلسل عمره أكثر من 30 سنة الآن، كانت تستعرض قدرة البشر في المستقبل على السفر إلى أنظمة شمسية أخرى في غضون ساعات عن طريق وارب درايف أو محرك الطي. الفكرة باختصار كالتالي: إذا ما تقدر تسرع قصر المسافة. محرك الطي يطوي الزمكان ويقصر المسافة ويسمح للمركبة بالسفر بسرعات تتجاوز سرعة الضوء. إلى فترة قريبة كانت الفكرة خيالية تماما، إلين جاء عالم فيزياء مكسيكي اسمه ميغيل ألكوبيير في عام 1994 وضبط الفكرة في معادلات رياضية تخليها تبدو معقولة جدا بعد بعض التعديلات. طبعا المركبة راح تكون بداخل فقاعة من الزمكان الطبيعي، والفقاعة نفسها هي اللي تنطلق بالطي. بالطريقة هذه كل شيء داخل الفقاعة ما راح يتعرض لأي مشاكل مع القصور الذاتي، وتوصل المركبة بسرعة وسلام. الفكرة ممكنة لدرجة أنه حتى ناسا بدأت الأبحاث لدراسة إمكانيتها ولا زالت مستمرة للآن، وكل يوم تزداد القناعة بأن السفر السريع إلى نظام شمسي آخر غير مستبعد بالكامل. تواجه الفكرة عقبات كثيرة، منها كمية الطاقة اللي يحتاجها محرك الطي، وأتوقع الحل لهذه المشكلة مسألة وقت نظرا لأنه قدرتنا على إنتاج الطاقة تتحسن عبر التاريخ. لكن تبقى مشكلة ثانية أهم منها. عارفين طبعا الفضاء مو فضاء تماما، في جزيئات، في إشعاعات وزحمة. لو سافرنا أسرع من سرعة الضوء مسافة 600 سنة ضوئية إلى كوكب كبلر 22b، أول كوكب اكتشفناه يقع ضمن نطاق آمن وصالح للحياة للنجم اللي يدور حوله، راح تكنس الفقاعة كل الجزيئات والإشعاعات اللي على طريقها الطويل، وأول ما نوقف ونطفي الفقاعة القصور الذاتي راح يطلق كل الجزيئات المكنوسة في اتجاه أمامي بسرعة أسرع من سرعة الضوء، واحتمال تدمر الكبلر 22b واللي عليه. بس راح نلقى حل لمشكلة محو الكواكب الموجود بالغلط هذه، يمكن.